نختم هذه النشرة بقراءة هذا القرار الذي يحمل رقم 6360، المادة الأولى: الأشخاص الآتية أسماءهم تم تعيينهم في مواقع مسؤولية برئاسة الوزراء: الأمانة العامة، الأمين العام، النائب بالأمانة العامة برئاسة الوزراء السيد نجيم مادو خلفا للسيد عبد الرحمن جسنباي الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى، مدير المكتب المدني لرئاسة الوزراء سيد عزيز محمد صالح منصب شاغر، المستشار الفني الدفاع والأمن حامد هاشم خلفا لسيد نجدي ألين الذي استدعي لشغل وظيفة أخرى، المدير الإعلام برئاسة الوزراء المدير ديجيبي ترينجاي بوب خلفا لسيد أبا ألي كايا. هذا القرار يدخل حيز التنفيذ من تاريخ التوقيع عليه، ينشر ويسجل في الجريدة الرسمية للجمهورية. أنجمينا يوم 23 نوفمبر 2017، توقيع رئيس الحكومة بايمي باتاكي البحر. إذن بقراءة هذا القرار نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية. أشكركم على طيب الانتباه والمتابعة. تلقاكم، دمتم في أمان.